السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مرويات الجرامير. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض سؤال مهم لازم تشوفه آخر السنة، سؤال الفيميناه والبلوريال التأنيث والجمع. طيب قبل ما نبدأ بس خلينا نكون متفقين إن حرف الأ هو علامة التأنيث في اللغة الفرنسية، أي مذكر عايز تأنسه ضفله في الآخر حرف أ. طيب وكمان حرف الأس هو علامة الجمع في اللغة الفرنسية، عايز تجمع أي مفرد ضفله في الآخر حرف أس، وساعات بنضيف حرف إكس، وهنقول كمان شوية إمتى أحط أس لما أجي أجمع وإمتى أحط إكس. يبقى لما نيجي نأنس الصفات أو الجنسيات، أي صفة مفرد مذكر زي ما احنا شايفين كده كلمة جولي مثلا بمعنى جميل، عايز أقول جميلة أزود لها أو في الآخر تبقى جولي آخرها أو للتأنيث. مثلا كلمة فرنسي بمعنى فرنسي دي جنسية، لما أجي أقول فرنسية يبقى أقول فرانسيز أزود إلى التأنيث. طيب هنلاقي صفات وجنسيات أصلا آخرها أ في المذكر زي اللي احنا شايفينهم دول، أجريابل أريبل فاسيل تيميد سوسيابل، عندنا روس وسويس وبلج اللي خدناهم في سنة تانية، تلات جنسيات هما التلاتة الوحيدين اللي مذكرهم زي مؤنثهم آخرهم أ في المذكر، يعني روسي روس زي روسية روس هي ما بتتغيرش، برضو سويس سويسري وسويسرية، بلج بلجيكي وبلجيكي. كلمة مش بمعنى كريه أو سيء برضو آخرها أ، يبقى لما أجي أنسها أقول كريهة أو سيئة تفضل زي ما هي. طيب هنلاقي صفات تانية آخرها أ بس الأ اللي في الآخر عليها أكسون إيجو زي ما احنا شايفين كده، كلمة ديمودي بمعنى موضة قديمة، يبقى لما اجي انسها ازود لها ا من غير اكسون، يبقى اللي كان اخرها ا عاديه لما جيت انسها سبتها زي ما هي، لكن اللي اخرها ا عليها اكسون ايجو لما اجي انسها اضيف لها ا تاني. طيب كلمه بون بمعنى جيد، اللي اي مذكر اخره او ان او او ان لما تيجي تانسه مش بس تضيف ال التانيث، لا انت بتضاعف الان الاول وبعد كده تحط ا التانيث، يبقى بون جيد تبقى بون جيدة. ايجيبسيان مصري اخرها او ان، يبقى لما اجي انسها اضاعف الان واحط التأنيث تبقى ايجيبسيان مصري. كمان قال لي اي صفة اخرها اس او او اس، اس او او اس لما تيجي تأنسها مش بس تضيف او التأنيث، انت كمان تضاعف الاس اللي كانت موجودة في الاخر وبعد كده تحط او التأنيث، يبقى جغا بمعنى دهني تبقى جراس دهنية، جرو بمعنى تخين أو سميك تبقى جراس سميكة أو تخينة، ضاعف الأس وبعد كده حط أو التانيث. طيب أي مذكر آخره أو أر زي كويزيني برومي درني ليجي، لما تيجي تأنسه مش بس هتضيف أو التانيث في الآخر، ده أنت كمان تحط أكسون جراف على الأو اللي كانت موجودة قبل الأر في المذكر، يبقى كويزيني تبقى كويزينيير عشان النطق بيحط اكسون جراف على الاو اللي قبل الار وبعد كده يحط او التانيث في الاخر. طيب اي مذكر اخره اي ال او او ال لما تيجي تانسه تضاعف ال برضه وبعد كده تحط او التانيث، جونتي ظريف تبقى جونتي عشان النطق بضاعف ال وبعد كده احط او التانيث، بل جميل تبقى بل ضاعف ال وحط او التانيث، مونسيال شهري تبقى مونسيال شهرية ضاعف ال وحط التأنيث. طيب في صفات مذكر آخرها أ أو إكس زي سيريو جاد باريسو كسول جينيرو كريم كوراجو شجاع غو أصحاب ديليسيو لذيذ أو شهي، الصفات دي يا شباب مفرد المذكر بتاعها آخره أ أو إكس. طيب دول بقى لما بيجوا يتجمعوا جمع مذكر يفضلوا زي ما هم لان اصلا اخرهم اكس، وانا قلت من شويه اي مفرد اخره اس او اكس لما اجي اجمعه اسيبه زي ما هو لان الاس والاكس هم علامه الجمع اصلا في اللغه الفرنسيه. طب لما اجي انسهم بقى اعمل ايه؟ يبقى سيريو اللي اخرها او اكس دي عايز تانسها قال لي تشيل الاكس اللي في الاخر دي وتحط بدلها اس او اس او، يبقى سيريو جاد تبقى سيريوز جاده، باريسو كسول تبقى باريسوز كسولة وهكذا.
قال لي اي مذكر اخره حرف اف زي اكتيف، نشيط، سبورتيف، رياضي، نف، جديد، عايز تأنسه تشيل حرف الاف اللي في الاخر وتحط بداله في، وبعد كده تحط التأنيث، يبقى اكتيف نشيطة، سبورتيف رياضية، نوف جديدة. طيب اي مذكر اخره تر، او يو ار، اور او يو ار، زي مونتور، كاذب، قال لي برضو تشيل الار اللي في الاخر وبعد كده تحط اس او، يبقى زي ما عملنا مع اللي اخره اكس، شلت الاكس حطيت اس او، هنعمل برضو كده مع اللي اخره اور او يو ار، بنشيل الار ونحط اس او. في حاجات شاذة بقى عند تأنيثها، مثلا كلمة جيمو بمعنى توأم ذكور، عايز أقول توأم إناث، قال لي تتحول الكلمة خالص تبقى جمال، يبقى شال الـ أ أ أ اللي بيتنطوا على بعض أو وحط بدالهم ال، أو اتنين ال أو. زي برضو كلمة نوفو جديد، هيشيل الـ أ أ أ اللي في الآخر ويحط بدالها أو اتنين ال أو، يبقى نوفو تبقى نوفال. برضو كلمة بو بمعنى جميل آخرها أو أ أو، يبقى لما أجي أنسها أشيل الأو أ أو وأحط أو اتنين ال أو، تبقى بل جميلة. آخر حاجة عندنا كلمة سوبر معناها رائع، كلمة شيك بمعنى أنيق، كلمة سيمبا بمعنى جذاب، ودي اختصار كلمة سيمباتيك. التلاتة دول لما أجي أنسهم ما أحط لهمش حاجة خالص، أسيبهم زي ما هم. يبقى السوبر بمعنى رائع، هي السوبر بمعنى رائعة، شيك أنيق، تفضل زي ما هي أنيقة، شيك ما حطلهاش قول التأنيث. كلمة سيمبا اختصار كلمة سيمباتيك، لما أقول جذابة تفضل زي ما هي ما حطلهاش قول التأنيث. بس عايز أقول معلومة مهمة هنا، كلمة شيك هي لا تؤنث، لكن عند الجمع بضيف لها أس. وبرضو كلمة سيمبا مفرد مذكرة زي مفرد مؤنثها، لكن لما تيجي تتجمع يتحط لها أس. لكن كلمة سوبر تفضل زي ما هي طول العمر في التأنيث وفي الجمع، يبقى كلمة سوبر عمر ما شكلها هيتغير أبدا، عايز تأنسها سيبها زي ما هي، عايز تجمعها برضه سيبها زي ما هي، يبقى لا عمرك هتحط لها حرف أ ولا عمرك هتحط لها حرف أس. طبعا نفس اللي قلناه ده في الصفات وفي الجنسيات هينطبق على المهن، أي مهنة ما فيش آخرها أ أضيف لها أ، اي مهنه في اخرها او في المذكر يبقى لما اجي انسها اسيبها زي ما هي، اي مهنه اخرها او يو ار يبقى لما اجي انسها اشيل الار واحط اس او، اي مهنه اخرها او ان يبقى لما اجي انسها اضاعف الان واحط او تانيس، اي مهنه اخرها او ار يبقى لما اجي انسها اضيف او للتانيس واحط اكسون جراف على الاو اللي قبل الار، اي مهنه اخرها تور، هنا بقى في اختلاف شويه، اي مهنة اخرها تور زي اكتور ممثل بتتغير تبقى اكتريس ممثلة، يبقى شال تور وحط تريس، هيشيل مقطع تور اللي في الاخر ويحط بداله تريس. طيب ما عدا شانتور مغني ما ببدلهاش بتريس، لا ده انا بشيل الار بس واحط اس او، يبقى شانتوز مغنية. عندنا ثلاث مهن لما بيجوا يتأنسوا، ودول إن شاء الله ممكن واحدة فيهم تجيلك في الامتحان، ميديسان طبيب، عايز أقول طبيبة أسيبها زي ما هي، بغير بس الأداة اللي قبليها، بدل آ أحط إن، بدل أداة النكرة بتاعة المذكر أحط أداة النكرة بتاعة المؤنث. برضو المهندس آ إنجينيور مهندس، تبقى إن إنجينيور مهندسة. آن بومبي رجل المطافي، تبقى إن بومبي. يبقى التلاتة دول يا شباب مذكرهم زي مؤنثهم ما حط لهمش أبدا. نيجي بقى للبريال الجمع، قلنا من شوية عايز تجمع أي مفرد تضيف له في الآخر حرف أس، زي ما احنا شايفين كده ليفغ كتاب، عايز أقول كتب أضيف لها أس في الآخر، طبعا الأس ساكن ما يتنطقش. وقلنا كمان إن أي مفرد آخره أس أو إكس لما تيجي تجمعه تسيبه زي ما هو، يعني فيس ابن عايز أقول أبناء أسيبها زي ما هي لأن أصلا مفردها آخرها أس. برضو كلمة بي مثلا بمعنى بلد، عايز أقول بلاد، هي أصلا آخرها أس في المفرد فبسيبها زي ما هي. كلمة فيو بمعنى عجوز آخرها إكس، يبقى لما أجي أقول عواجيز أسيبها زي ما هي ما بغيرش فيها حاجة.
اي مفرد مذكر اخره ا ا ا زي كلمه تابلو، سبوره او لوحه. لما اجي اجمعها واقول سبورات او لوحات، بضيف اكس في الاخر مش بضيف اس. يبقى اي مذكر اخره ا ا ا عايز تجمعه ما تحطش في الاخر اس، تحط حرف اكس. طيب اي مذكر اخره ال او اي، يعني اخره ال او اي ال، لما تيجي تجمعه جمع مذكر بتشيل ال اللي في الاخر دي وتحط بدالها حرف اي، وبعد كده تحط حرف اكس، يبقى جمع انيمال حيوان، تبقى انيمو حيوانات. برضو كلمة ترافاي بمعنى عمل اخرها اي، تشيل الاي والال اللي في الاخر وتحط بدالهم حرف اي، وبعد كده تحط اكس بدل اس، تبقى ترافو الاعمال. مننساش كلمة سوبر اللي قلنا عليها من شوية، دي لا تؤنث ولا تجمع. يعني لو بتتكلم على جمع وعايز توصفه بانه رائع، تكتب سوبر زي ما هي من غير اس. طيب عندنا بقى اربع صفات ليهم اتنين مفرد مذكر، كلمة نوفو بمعنى جديد، وبرضو نوفال بمعنى جديد. دي بتتحط قبل اي مفرد مذكر يبدأ بحرف كونسون، حرف ساكن، لكن البديل بتاعها نوفال تتحط قبل اي مفرد مذكر يبدأ بحرف متحرك. يبقى نوفو ونوفال الاتنين مفرد مذكر، دي للمتحرك لكن دي للموصوف اللي بيبدأ بحرف ساكن. برضو كلمة بو بمعنى جميل، برضو ليها كلمة تانية اسمها بل بمعنى جميل، الاتنين مفرد مذكر. كلمة فيو بمعنى عجوز، برضو ليها كلمة تانية اسمها فيي معناها عجوز. وفو بمعنى مجنون، ليها مفرد مذكر تاني اسمه فول، برضو معناه مجنون. طيب ليه الأربعة دول اخترعوا لهم اتنين مفرد مذكر؟ لأن الأربع صفات دول بيتحطوا قبل الموصوف مش بعده، فالأربعة دول لو جم قبل موصوف بيبدأ بحرف متحرك أصبح ما ينفعوش، فهضطر أبدلهم بالبديل بتاعهم اللي هم برضو مفرد مذكر. طيب لما أجي أجمعهم بقى جمع مذكر، قال الاحتياطي ده اللي بيتحط قبل المتحرك ملوش جمع مذكر، لأ ده أنا بستدعي الأساسي، الأربعة الأساسيين هم دول اللي بيتجمعوا وأحط لهم في الآخر حرف إكس عشان كان آخرهم أ أ أ. أي مذكر آخره أ أ أ لما تيجي تجمعه تحط له إكس مش أس. يبقى جمع نوفو هي نوفو أحط لها إكس، جمع بو جميل تبقى بو جمال آخرها إكس، جمع فيو عجوز تفضل زي ما هي لأن كان مفردها آخره إكس، جمع فو بمعنى مجنون عايز أقول مجانين، دي بس اللي أحط لها أس لأن مش آخرها أ أ أ دي آخرها أو أ، يبقى مجانين أحط لها أس. لكن لما نيجي نأنسهم بقى بنلعب تملي على الاحتياطي، ملناش دعوة بالأساسي. يعني عايز أنس كلمة نوفو اللي معناها جديد وأقول جديدة، يبقى اسمها نوفال جديدة، شال الـ أ أ أ زي ما شفنا من شوية، الأو دي اتشالت وتحط بدالها أ اتنين ال أ، تبقى نوفال جديدة. برضو كلمة بو مؤنثها يبقى بل، فيو تبقى فيي، فو تبقى فول. طيب جمع المؤنث بتاعهم بمنتهى البساطة بضيف حرف أس في الآخر. طيب بالنسبة للألوان كنا عدينا عليها قبل كده، نرجع لهم بسرعة كده عشان ممكن يجيلك في الامتحان. عندنا ست ألوان أصلا في مفرد مذكر آخرهم أ، زي أحمر وأصفر وبيج ووردي وموف ومارين أزرق من البحر، وكلمة شاتان أحمر كستنائي. دول يا شباب مفرد مذكرهم زي مفرد مؤنثهم، مفرد المذكر زي مفرد المؤنث، شكلها ما بيتغيرش. يعني اللي كان اخره أ زي الروج والجن والبيج والروز والموف والمارين، لما جينا نأنسهم سيبناهم زي ما هم ما عملناهوش فيهم حاجة. كلمة شاتاه أحمر كستنائي هي ما فيش آخرة أ في المذكر، بس برضو لما أجي أنسها بسيبها زي ما هي ما بضيفلهاش أ للتأنيث. طيب في ألوان تانية بقى ما فيش آخرها أ، زي فير أخضر، جري رمادي، نوار أسود، برا، بلو، بلون، فيولي، وبلون، ورو. دول بقى لما أجي أنسهم بغير شكلهم. أي حاجة ما فيش آخرها أ لما تيجي تأنسها تضيفلها حرف أ في الآخر.
يبقى فيرت يبقى فيرت، جري تبقى جريز، نوار تبقى نوار، برو تبقى برون، بلو تبقى بلو، وبلون تبقى بلوند، شقرة حط الاي للتأنيث. طيب عندنا فيولي بنفسجي اخرها او تي، يبقى لما تيجي تأنسها تضيف حرف تي الاول، تضاعف التي وبعد كده تحط او تأنيث، تبقى فيولات بنفسجية. كلمة بلون بمعنى ابيض، لما تيجي تأنسها مش بس تضيف او تأنيث، تحط اش كمان قبل الاو، تبقى بلانش بيضة. رو بمعنى اصهب، عايز تقول صهباء، بتشيل الاكس اللي في الاخر وتحط اتنين اس او، تبقى روس صهباء. طيب جمع المذكر بضيف اس، طب جمع المؤنث بشوف المؤنث شكله ايه واضيف له في الاخر حرف اس. طيب عندنا الوان اورانج وماندارين ومارون واوليف وسيترون واي لون مركب، دول اللي قلنا عليهم قبل كده لا يؤنثوا ولا يجمعوا، يعني لو لقيتهم في الاختيارات تختارهم عمياني من غير ما تفكر. اورانج ماندارين الاتنين بمعنى برتقالي، مارون بمعنى بني، اوليف زيتوني، سيترون ليموني، واي لون مركب مكون من كلمتين برضو لا يجمع ولا يؤنث. يلا نحل. ما في بناتي صون يكونوا، هنا بوصف مين؟ البنات، ده كده جمع مؤنث. طب هل ينفع الأولى؟ الأولى معناها كوراجو، دي معناها شجاع أو شجعان، دي كده مفرد مذكر أو جمع مذكر. احنا قلنا أي مفرد مذكر آخره أو يو إكس لما أجي أجمعه جمع مذكر هسيبه زي ما هو عشان آخره إكس، يبقى الأولى دي تمشي مفرد مذكر أو جمع مذكر، وأنا عندي هنا موصوف جمع مؤنث مي في، يبقى أروح أنقي الإجابة التالتة كوراجوز شجاعات. سي مامير إنها أمي، آلي هي تكون، هنا بوصف ماما اللي هي مفرد مؤنث، هل ينفع بروفيسور مدرس؟ لو كان فيها أو في الآخر كانت نفعت. طب أفوكا محامي برضو لو فيها أو كانت نفعت، يبقى الإجابة هي ميدوسا طبيب اللي قلنا عليها من شوية، طبيب زي طبيبة ما ضفلهاش أو. ومين كمان معاها؟ انجينير مهندس، وبومبيي رجل المطافي، دول التلات وظايف اللي مفرد مذكرهم زي مفرد مؤنثهم مفيش اخره ايه. مون كوزان ابن عمي يكون، دوس معناها لطيفة، ده مؤنث كلمة دو بمعنى لطيف يبقى إيه ما تنفعش. اكتيف بمعنى نشيطة، ده مؤنث كلمة اكتيف اللي كان اخرها اف بمعنى نشيط يبقى إيه ما تنفعش. يبقى الإجابة هي سوسيابل اللي مذكرها زي مؤنثها، سوسيابل آخرها أ لكن هي هنا مفرد مذكر، ودي لما باجي أنسها سيبها زي ما هي، يبقى الإجابة هي التالتة. Le père de ce garçon، الأب بتاع هذا الولد يكون، هوصف الأب اللي هو مفرد مذكر، يبقى ينفع جراس تخينة؟ لأ دي كده مفرد مؤنث. طب ينفع بلج بلجيكي؟ اه بلج وسويس وروس التلات جنسيات اللي مذكرهم زي مؤنثهم اخرهم حرف ا، يبقى الاجابه هي التانية، لان التالتة برضو ما تنفعش لان اخرها ا للتانيث، مش كليه معناها مفتول العضلات، هنا مؤنثه وهتطلع في الاخر ا للتانيث، يبقى الوحيده اللي نفعت هي الاجابه التانية. ils ont passé، هم قضوا، هنا فيرب باسي بمعنى يقضي، بيتصرف في الباسي كومبوزي. دو نقط فاكونس، فاكونس معناها الاجازات. طيب عايز اوصف الاجازات، الاجازات يا شباب هي جمع مؤنث، احنا عندنا حاجه اسمها ويك اند عطله نهايه الاسبوع مذكر، وعندنا كلمه اسمها كونجي بمعنى يوم الاجازه مذكر، لكن كلمه فاكونس هي الوحيده المؤنثه ودي معناها الاجازات الطويله، هنا هي جمع مؤنث اخرها اس اهو، يبقى عايزه الصفه تكون جمع مؤنث زيها، يبقى الاجابه بون التالته، جميلات أو جيدات. مون فرير أخويا، جو بيلعب افيك مع سا، هنا بقى حطيت لي كلمة سا صفة الملكية بتاعة مفرد مؤنث، بيقول لي الاسم اللي هتحطه بعد النقط ده لازم يكون مفرد مؤنث عشان قبله صفة الملكية اللي اسمها سا، يبقى مين في دول؟ طيب هتلاقي التانية مؤنثة كوزين بمعنى بنت العم،
وهنا التالتة مؤنثة برضو أمي بمعنى صديقة. طيب هتقولي طب ما في اتنين مؤنث اهو، اقول لك اه بس التالتة ما تنفعش، لان أمي هنا بتبدأ بحرف متحرك، وهو حاطط لي قبليها كلمة سا. لو كان حاطط صو بتاعة المذكر كان ينفع الأولى وينفع التالتة، وفي الحالة دي طبعا هيشيل واحدة فيهم، لأن أي مفرد مؤنث لما تيجي تحط قبله صفات ملكية وتلاقيه بيبدأ بحرف متحرك، ما تحطش صفة الملكية بتاعة المؤنث، لازم تحط بتاعة المذكر. هو هنا حاطط لي بتاعة المؤنث، عشان كده مش هقدر اختار التالتة غصب عني، لازم اختار الإجابة التانية. ساتم، هذا الرجل يكون. أم معناها رجل، يبقى ده كده مفرد مذكر عايز أوصفه. هل الأولى تنفع؟ جانتي ظريفة؟ لا. سيريو جاد، طبعا هي دي الإجابة اللي مفرد مذكرها زي جمع مذكرها عشان آخرها إكس. أجوردوي النهاردة، إيل في الجو، هنا بتكلم عن الطقس اللي خدناه في سنة تانية. إيل في، ها أختار إيه بقى؟ فرواد باردة؟ لا ما ينفعش، لو كانت مكتوبة مذكر من غير إيه كانت نفعت. إيل في فروا الجو برد. طيب إيل في دوس لطيفة؟ لا دي كده مؤنثة برضو، وأنا لما أتكلم عن الطقس لازم أذكره على إنه مذكر، يبقى الإجابة هي التالتة، إيل في دو الجو لطيف. جي بوكو دامي، أنا عندي كثير من الأصدقاء. طيب هوصف مين؟ الأصدقاء. أمي، أمي هنا آخرها أس يعني جمع مذكر، يبقى هروح أختار طبعا الإجابة الأولى، فرنسيين. كلمة فرنسي أصلا في المفرد مذكر بيبقى آخرها أس، يبقى لما أجي أجمعها جمع مذكر بسيبها زي ما هي، يبقى الإجابة هي الإجابة الأولى. لكن لو كان أمي هنا صديقات آخرها أو أس، يبقى كان ساعتها هروح أختار الإجابة التالتة، فرنسيز فرنسيات اللي آخرها أس أو أس، يبقى الإجابة هي الإجابة الأولى. لورا أدور لتنس، لورا بتعشق التنس. آلي تغي، هي تكون تغي معناها جدا، عايز صفة توصف لورا، يبقى الإجابة سبورتيف رياضية، الإجابة الأولى. أندوا، إحنا يجب علينا، ديسوندر ننزل، على نقط ستاسيون، كلمة ستاسيون معناها محطة المترو، آخرها إيون، أي حاجة آخرها إيون هي مؤنثة، يبقى لما أقول المحطة القادمة يبقى أقول بروشان، الإجابة التانية اللي آخرها إيل التانيس. جيم لي بات، أنا بحب المكرونة. قلنا قبل كده كل ما يتعلق بالأكل والشرب طالما هتلاقيه جمع تعرف على طول إنه جمع مؤنث، المكرونة جمع مؤنث برضو. لي لانتيل العدس، لفريت البطاطس المحمرة، لفريونديز الحلوة، كل ده جمع مؤنث، يبقى أي أكل وشرب جمع هو جمع مؤنث مش جمع مذكر، يبقى الإجابة طبعا هي الإجابة التالتة، إيطاليان جمع مؤنث. لي كوبين دو لورا، الرفيقات بتوع لورا، سون يكونوا. أنا هوصف مين؟ الرفيقات ولا لورا؟ لا طبعا هوصف الرفيقات، بدليل ان تصريف الفعل فيرب اتر اللي سون يكونوا، يبقى انا هوصف الرفيقات، يبقى اختار الاجابه الثالثه، بافارد رقايات، اخرها او واس جمع تانيث. سيتان كريون، انه قلم رصاص. كريون معناه قلم رصاص، والقلم الرصاص مذكر، وكل الاقلام في الفرنساوي مذكر، يبقى نقي لون يكون مذكر من التلاتة دول. هبص في التلاتة الاقي التلاتة اخرهم او، اتاري حطت لي روج او بيج او جون او موف او مارين او روز، الالوان اللي مذكرة زي مؤنثها اخرها او، يبقى الاجابة هي الاولى. يير امبارح، جو سوي علي، انا ذهبت، او الى اندروا معناها مكان، كلمة اندروا بمعنى مكان هي كلمة مذكر، يبقى الإجابة الأولى بون بمعنى جيد مفرد مذكر. مون كوبي رفيقي يكون، كوبي معناه رفيق، يبقى ده كده مذكر، يبقى الإجابة تيميد خجول، اللي مفرد مذكرة زي مفرد مؤنثة آخرها أ. لكن التانية بافارد رغاية، دي كده مفرد مؤنث لما أجي أحولها مذكر بشيل الأ. والتالتة سوريانت
معناها بشوشة ليها مفرد مذكر أشيل منها الـ ö، لكن تيميد أصلا في المذكر أخرها ö، لما أجي أنسها أسيبها زي ما هي، أنا محتاج هنا الموصوف مفرد مذكر أوصفه، يبقى الإجابة الأولى خجول تيميد. Les élèves، التلاميذ sont absentes، يكونوا غائبات. طيب les élèves معناها التلاميذ أو التلميذات، لأن كلمة إلاف معناها تلميذ أو تلميذة. طيب هنا بيقول لي les élèves، التلاميذ أو التلميذات. قلنا قبل كده لما احتار في الاسم اللي بعد النقط ده هو مذكر ولا مؤنث، أكمل قراية هخبط في صفة أو اسم يعرفني، لقيت في الآخر كلمة absent غائبات. absent معناها غايب، عايز أقول غايبة يبقى absent، لكن هنا كمان مزود اس، يبقى كده جمع مؤنث، يبقى ليزي لاف هنا طلعت التلميذات، يبقى اختار اني تو. تو الاولى معناها كل، دي كده مفرد مذكر، تو التانية برضو معناها كل بس دي اخرها او اس جمع تانيث، يبقى الاجابه هي التانية. مون بوتي فرير، اخويا الصغير، ام بيحب لي بواسون، كلمه بواسون معناها مشروبات والكلمة دي مؤنثة بس فيها أس، يبقى جمع مؤنث، يبقى اختار لها جازوز، غازية جمع مؤنث. الأولى جازو معناها غازي أو غازيين، دي كده مفرد مذكر أو جمع مذكر، لكن أنا عايز جمع مؤنث، يبقى الإجابة هي التالتة. ما جران مير، جدتي، عادي شيفو، عندها الشعر. يا شباب الشعر والعيون جمع مذكر، شعرك وعينيك جمع مذكر، بلاقي ما اجي اوصفهم اوصفهم بصفه تكون جمع مذكر او لون يكون جمع مذكر، يبقى الاجابه هي التانية بلون جمع ابيض. سيفي، هؤلاء البنات، يكونوا، بوصف البنات جمع مؤنث، يبقى الاجابه طبعا غوس صهباوات. جيم غوندر لي جو، بحب اخد العصير. جو هنا معناها العصير، برضه مفرد مذكرة زي جمع مذكرة، لأن جو بمعنى العصير آخرها أس، لكن هو حاطط لي قبليه أداة التعريف لي يعني جمع العصاير، يبقى الإجابة هي الأولى طازج أو طازجين. ما نختارش التالتة لأن التالتة جمع مؤنث وأنا عارف إن العصير هو مذكر، يبقى لي جو هو جمع مذكر بمعنى العصاير، يبقى اختار الإجابة الأولى طازجين فغي. علي إي ساسور، علي وأخته، سون يكونوا، أنا هنا هوصف مين؟ علي وأخته، علي زائد أخته كده بيساوي على بعض إيلا فاكاس جمع مذكر، الرجال قوامون على النساء، يعني علي مش بس لو معاه أخته، ده لو معاه كل بنات العالم كلهم على بعض هيبقوا جمع مذكر لوجود علي، يبقى هنا الموصوف طلع جمع مذكر عشان علي، يبقى هختار الإجابة التالتة. جرو هنا معناها تخين أو تخان، جرودي تمشي مفرد مذكر عشان اخرها اس، ويبقى لما اجي اجمع جمع مذكر اسيبها زي ما هي جرو، يبقى جرو التالتة تخين او تخان، لكن الاولى جرس تخينة، دي كده مفرد مؤنث، ولما اجي اجمعها جمع مؤنث ازود لها اس، لكن انا عايز جمع مذكر عشان علي واخته، يبقى اختار الاجابة التالتة اللي مفردها زي جمعها. ماريون، وده اسم بنت، ام بتحب لسبور انديفيديال، الرياضات الفردية، عايز يقول لي ماريون بتحب كل الرياضات الفردية، يبقى انا عايز انهي كل التلات توتات دول كلهم معناهم كل، بس انا عايز انهي واحدة فيهم، ابص بقى للاسم اللي بعد النقط، لقيت لسبور، كلنا عارفين طبعا كلمة سبور مذكر، بس طبعا هنا هو جامعها حاطط لي الالف لام بتاعت الجمع وسبور اخرها اس اهو، يبقى الرياضات، يبقى عايز كل بتاعت جمع مذكر، يبقى الاجابه هي التانيه تو اللي اخرها اس. هاني اي يكون دو نقط هومور، كلمه هومور معناها المزاج، عايز يقول لي هاني مزاجه وحش، هومور هي كلمه مؤنثه زي كولور برضو اللون هي كلمه مؤنثه، يبقى اي كلمه اخرها اور او يو ار تعرف انها مؤنثه بشرط ان الاغ دي ما يكونش قبليها حرف تي، هنا ما فيش تي لان التور هي نهايه مذكر، لكن هنا ما فيش تور، هنا في هومور يبقى مؤنثه،
يبقى اختلها سيئة. موفيز الإجابة الأولى مؤنث. يوجو va porter راح يرتدي sa chemise القميص بتاعه. عايز اختار لون لكلمة الشميز، طبعا هو مؤنث، يبقى الإجابة الأولى بلانش بيضة. جي مانجي أنا أكلت دي لانتيل عدس تغي معناها جدا. عايز أوصف العدس بأنه لذيذ. قلنا من شوية أن الأكل والشرب لما يكون جمع تعرف على طول أنه جمع مؤنث. العدس زي المكرونة هو جمع مؤنث، يبقى الإجابة الثالثة ديليسيوز. جم أنا بحب مو. هنا حطيت لي صفة ملكية اللي اسمها مو، صفات الملكية بتاعتي اسمها مو أو ما أو مي. هو هنا حطيت لي مو بتاعت المذكر، فبيقول لي حط هنا كلمة تكون مفرد مذكر. مين في الثلاثة دول مفرد مذكر؟ الكلمة الأولى بيي اللي معناها بلد أو بلاد، لأن هي أصلا في المفرد أخرها أس، يبقى لما حاجة أجمعها بسيبها زي ما هي. طبعا أنت هتشوف أخرها أس فهتفتكرها جمع فمش هتختارها، لكن هي الوحيدة اللي نفعت لأن هي أصلا في المفرد أخرها أس، يبقى الإجابة هي الأولى. ماري بورت دي شوسور. ماري بترتدي جزمة، أي حاجة بتلبسها في رجليك هي جمع مؤنث. شوسور معناها جزمة، جمع مؤنث. طيب ينفع الأولى جمع مؤنث؟ لا، دي كده جمع مذكر. اسود حطت لها اس بقت سود، جمع مذكر. طب ينفع الأخيرة جريز رمادية؟ لا، دي كده مفرد مؤنث، يبقى الإجابة هي اللي نفعت. ماغون من ضمن الخمس ألوان اللي لا يجمعوا ولا يؤنثوا، لما لقيهم في الاختيارات اختارهم عمياني. ماران هي الوحيدة اللي نفعت. ساتغب هذا الفستان اتغي يكون، تغي معناه جدا. طبعا الفستان مؤنث باين من صفات الإشارة اللي قبليها سات. طيب الفستان مؤنث يبقى ينفع بو؟ لا طبعا دي كده مفرد مذكر. طب ينفع بل؟ لا برضو دي مفرد مذكر، ده الاحتياطي بتاع كلمة بو. يبقى الإجابة اللي نفعت هي كلمة شيك بمعنى أنيق، اللي لما بتؤنث ما بضيفلهاش إيه، بتفضل زي ما هي. جي أنا عندي أن نقط أمي. أمي هنا بمعنى صديق، عايز أقول أنا عندي صديق جديد. طيب ينفع أحط جديد اللي اسمها نوفو؟ لأ، لأن بتنتهي بمتحرك ما أقدرش أحطها قبل موصوف بيبدأ بحرف متحرك، يبقى هضطر أحط الاحتياطي بتاعها اللي اسمها نوفال اللي اخترعوها لأي مفرد مذكر يبدأ بحرف متحرك. وبكده ينتهي درسنا النهارده، درس لذيذ وسهل ودرجة مضمونة إن شاء الله في امتحان ثانوية عامة. وآسف طبعا لو صوتي تعبان شوية بسبب الصيام وكده. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية في درس البرنامج بيرسونال، التطوير الشخصي. سلام عليكم.